ورجعنا لكم متابعينا من بعد الفاصل. طبعا في بلدنا الكثير من النجوم المبدعين والمحترفين في مجال الفنون البصرية، من بينهم السيدات استطاعوا خلال مشوارهم الطويل أن يتركوا بصمة حقيقية في مجال الفنون، من بين هذه الفنون هو التصوير. طبعا في هذه الفقرة راح نتكلم مع ضيفتنا الفنانة السعودية والفوتوغرافية تغريد وزنا. يا أهلا وسهلا فيك في سيدتي. يا أهلا وسهلا فيكم أستاذة تغريد. خلينا في البداية نتعرف عليك أكثر وعارفين على مشوارك أكثر. أنا فوتوغرافية وتشكيلية، بس أساساً بدأت دراسة الفن التشكيلي، ومن خلال الفن التشكيلي دخلت الفوتوغراف بالصدفة، يعني دخلت عالم التصوير بالصدفة وعجبني كثير واستمريت فيه. حلو. البداية كانت أنا في أوروبا، يعني أول شيء في بلدي طبعاً هنا درست الفن التشكيلي، بعدين في أوروبا أخذت التصوير الفوتوغرافي، وفي أوروبا في عدة مناطق، يعني كانت إيطاليا، كانت سويسرا، كانت فرنسا. بعد كده انتقلت على أمريكا، يعني بدي أشوف هناك إيش الفنانين الفوتوغرافر هناك إيش عندهم. حلو. يس، فأخذت في نيويورك عدة كلاسات عن التصوير الفوتوغرافي، من يعني على يد أساتذة كبار جدا في مجال التصوير الفوتوغرافي، وفي ممتاز. كانوا بيشتغلوا في مجلة التايمز. طبعا هذه كلها أثقلت في خبرتك الشخصية، ولكن أنا حابة أعرف العلاقة بينك وبين العدسة اللي لفيتي فيها يعني دول كثير حول العالم ما شاء الله تبارك الله، فإيش العلاقة بينك وبين العدسة؟ العدسة هي عدسات، هم العدسة هي بنتي، وبما انهم عدسات وكل عندك عدسة أبناء كثير ما شاء الله. يس، فهم بناتي. حلو. فكل عدسة عشان لها تخصص، فانت ايش تسوي يعني؟ كل عدسة لها تخصص في التصوير، يعني في عدسة متخصصة في تصوير البورتريه، في عدسة في تخصص انك تصوري بيها اللاندسكيب، الطبيعة. يس، فهم يعني انا مسميتهم بناتي. لكل عدسة تصوير متخصص فيه. متخصص، نعم. حلو. طب احنا اليوم لو شفنا صور حنلاقي اوكي كل المواصفات الفنية في الصورة، ولكن نادر لما نلاقي جزء الإحساس في الصورة. يعني لما أشوف هذه الصورة وأحس بشعور في هذه الصورة نادر، لكن لما نشوف الصورة جمالية فنية متكاملة ممكن تلاقي. صحيح، الصور الحلوة كثير. صحيح، لكن فين الصورة اللي فيها إحساس؟ يعني في صور متاخده بدون احساس، في صور متاخده بدون ما يوصلوا بيها رساله. يعني انا ممكن اخذ صوره جدا جميله بس ما بتوصل رساله. بالضبط. يس، ما في هدف للصوره. يعني زي التصوير الصحفي عندك بيوصل رساله لما بيروح الحروب والمناطق هذه، هذه رساله بتوصل، فانا بوصل رسالتي من خلال الصوره. صحيح. طيب احنا لو شفنا كل مصور حنلاقي أكيد في الصور اللي التقطها لكل صورة لها ذكرى للمصور في نفسه. طبعا إيش هي أجمل الذكريات في صورك خلال هذا المشوار الجميل؟ كل الصور فيها ذكريات، يعني كل مكان تروحي في ذكرى مميزة، يعني يكون في مثلا في ذكرياتي في المعارض. بس أكيد في كم صورة كذا ذكرياتها قريبة من قلبك. كلهم أحبهم، كلهم فيهم ذكريات جميلة، كلهم أحبهم، كلهم عيالي، كلهم جميلين، كلهم فيهم ذكريات جميلة صدقيني. أي. لأنه كل صورة بأخذها في حكاية عشان اتاخذت. صحيح، في وراها أكشن صار عشان في حكاية أو أكشن معين. ما هو يعني ما أنت قادرة يروح من بالك؟ في أبو ظبي مسجد الشيخ زايد الكبير. حلو. هذه الصورة ما أنساها، في صور أخذتها أنا كثير للمسجد هناك. بس في صورة أنا ما أنسى، لأنه في صور ما تتاخذ وإنتي واقفة، ما تتاخذ وإنتي جالسة متربعة، لأنه صحيح. بدي أبين الكادر مزبوط حق المسجد وقدامه موية النوافير. فهذه اضطريت بصراحة أني بعبايتي بدنيتي كلها أتصبح على الأرض. من إبداعاتك على الشاشة أثناء حديثنا. فتتوقعي التقنية اليوم، إحنا اليوم عندنا كاميرات كثير متطورة وتقنيات كثير جديدة علينا، تتوقعي هذا كله ضاف للصورة، يعني زاد من جمال الصورة، ولا يعتمد على المصور؟ هو يعتمد على المصور، لأنه أنا أقول لك إيش، في ناس عندهم كاميرات مرة غالية. صحيح. صحيح، بس هو ما يعرف يصور صح.
فهنا الهدف من التصوير انها تكون الصورة صح، مش الهدف انا عندي كاميرا غالية، او ممكن تلاقي صور بالجوال متاخده بس لكنها رائعة تجنن احسن من واحد اخذها بكاميرا صحيح احترافية. صحيح. فهو المهم اني اعرف كيف اصور، بدليل احنا زمان درسنا من ايام الفيلم تحميض الفيلم، يعني ما كنا من عصر الديجيتال. صحيح. والصوره اللي بعدين مشينا عليه بالضبط في الظلام ولمبه حمراء والمواضيع دي. فكنا بنصور صور كتير عارفه، فبتطلع من الفيلم بثلاثه اربع صور كويسه، وبيضيع عليك التعب هذاك كله، والباقي كله اسود او محروقه او بقع او مش مظبوطه. فانت دحين احنا دحين في عصر الديجيتال، انا اقول انه الشباب دحين محظوظين انه في كاميرات ديجيتال ولا حاجه، انا اصور الصوره اذا ما طلعت مظبوطه امسحها في ساعتها واحاول ثاني وثالث ورابع لين تطلع صح، بعدين اطبعها وبعدين بشوفها في نفس اللحظه اللي انا بصور فيها، يعني ما استنى اني انا اروح عند احد وبعد كده اشوفها بعد كم يوم. صح. اكون انا مشيت من المكان صحيح. اللي بصور فيه. صحيح. فاحنا كنا ما نشوفها لين لما تتحمض، دحين ما نقول طبعا تحميض، دحين نقول طبعا. بس برضو بيني وبينك لكل زمن وليه جماله، يعني الزمان برضو نستنى عشان نشوف والله الصور جميلة. ونحط الصور في ألبومات وأشياء. صح. إيه والله جميلة، بس دحين كله صار على نظافة وما فيش الريحة حقت الأحماض وما فيش. يس. بالتأكيد. طيب شاركتي كمحكمة في كثير من اللجان الفوتوغرافية، من وجهة نظرك إيش هي معايير جمال الصورة؟ معايير يعني جمال أقدر أحكم إنه هذه الصورة حلوة. أنا أقول لك شيء، التحكيم ما يكون في كادر واحد في مجال التصوير، بتكون عندك محاور عدة، لأنه التصوير إحنا بندرسه عام، أول شيء تاخذ المبادئ، بعدين بيكون عام في فروع، يعني زي الطبيب. صحيح. أنا بشبهه بيدرس طب عام بعدين يتوجه للتخصص اللي هو بده إياه. حلو. تمام. فكل محور له قوانين وله قواعد، بس في النهاية برغم القوانين برغم القواعد حقت التصوير اللي في التحكيم، لازم تكون الصورة فيها روح، في هدف، فيها بتحكي حكاية الصورة. يعني حتى التصوير فيه تخصصات ذكرت. طب ايش هي تخصصات التصوير؟ التصوير تخصصاته في الفاشن اللي هو في مجال الأزياء وزي كده، في البورتري والمناسبات اللي هو زي عندنا الأعراس والمناسبات الأفراح والأعراس. في تصوير الطبيعة اللي هو بالإنجليزي يقولوا له لاندسكيب، الطبيعة، هذا هو المحور حقي أنا الصراحة اللي أحبه ومشيت فيه. وفي كمان التصوير المعماري، هذا كمان أنا أحبه جدا يعني وماشية فيه. في تصوير كمان الدعائي او الاعلاني. يس. حلو. وفي تصوير الاطعمه كمان، هذا من اصعب انواع التصوير على فكره، من اصعب انواع التصوير. احنا يس. اليوم بتفتح انستغرام تفتحي اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي مو مودينا في داهيه الا التصوير حقيقي. على فكره من اصعب انواع التصوير، وادواته صغيره صغيره جدا وعارفه، وفي اشياء بنستخدمها في هذا النوع من التصوير عشان يطلع شكل الاكل طعم، تشوفي احيانا على الحقيقه تقولي لا مو صحيح. هذا نادر، هذا طبعا اللي بيستخدموه في المنيوهات اتوقع حقه المطاعم. مزبوط. في منيوهات المطاعم. مزبوط. صحيح. اخيرا، هل مهنه التصوير اليوم فتحت مجال واسع لبنات السعوديه او شباب السعوديه انهم يتخصصون في هذه المهنه ويبدعون فيها؟ هم ممكن يبدعوا بالنسبه للبنات، يعني انا اتكلم تحديدا، هم بيبدعوا في واحد محور الصراحه، هو اللي ماشي هنا كبزنس يعني كمشروع لهم، اللي هو تصوير المناسبات والافراح وهيك. لكن التصوير بالنسبه للمجال اللي انا فيه يعني وماشيه فيه اللي هو اللاندسكيب والطبيعه، شويه هنا البنات مش شويه هو كثير بيلاقوا صعوبه عشان يطلعوا يصوروا في مناطق المملكه. صحيح. يعني انا عن نفسي نفسي ازور كل مناطق المملكه اصور فيها، مناطق بلدي، بس للاسف تلاقي عندنا السعوديات. قصدك على التصوير الاوتدور اللي هو الاوتدور اللي هو يس. فتلاقي العالم عندنا البنات بيصوروا برا أكثر من إنهم بيصوروا داخل المملكة، فأنا صحيح. أتمنى إنهم يقدروا يصوروا جوا. بالنسبة لمجال تصوير المناسبات والأفراح، هذا ماشي وزي الفل، بس في مشكلة واحدة، أتمنى إنه تكون في مشاريع اللي هي زي مراكز طباعة الصور، يعني للبنات اللي هم فريلانسر اللي هم ما عندها مكان استوديو تصوير، فهي بتعاني إنها كيف تطبع الصور عند سيدة. صحيح. فأنا أتمنى إنه البنات يمسكوا هذا كمشروع كخط ليهم، وصدقوني حيكسبوا أكثر بإذن الله. الفنانة والفوتوغرافية تغريد وزنها نورتينا اليوم في سيدتي، شكرا لك. شكرا لكم، ربي يسعدكم.
متابعينا فقرة سيدتي باقي مستمرة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا.